عملتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشغل الظالمين بالظالمين وتغرق الكافرين بالكافرين وتخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم من كادنا وكاد المسلمين فكده فإنه لا يحيف المرء السيء إلا بأبه. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على العدو. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثغور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تعلوه نيتنا من خير وعدته أحد من خلقك أو خير أنت معطيه أحد من عبادك فإنا نرغب إليك فيه لنا ولسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجيرنا وتجير جميع المسلمين من كل بلاء وفتنة وكرب ومحنة يا رب العالمين. وأن تختم لنا ولسائر المسلمين بقطمة السعادة أجمعين. وأن تحفظنا في بلادنا وسائر المسلمين وفي ذرياتنا إلى يوم الدين من فتنة الدجال وشياطين الإنس والجن. وأن تختم لنا ولهم بقطمة السعادة والشرف فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دلائل الخيرات ورد يوم الجمعة ليلة الجمعة صفحة 123 ورد دلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب دلائل الخيرات من الإمام عبد الله محمد بن سليمان الجزولي الشاذلي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا الله به وبعلومه
بأسراره ولوم شيخنا وشيخنا في دارينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك من وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم ما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك بحق أسمائك المخزونة علي أحد من خلقك. اللهم أسألك باسم الذي وضعت وعلى الليل فظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار والأودية فانجرت والعيون فنبعث وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك الله بالأسماء المكتوبة في جود سيدنا وبالأسماء المكتوبة في جود سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك الله بالأسماء المكتوبة حول العرش. وأسألك الله بالأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك الله بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. وأسألك الله بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم. وأسألك الله بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شيس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إدريس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرمياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد النبي عندما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرى والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مدحية والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد زينة عرشك وصل على سيدنا محمد عندما جرى بالقلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عندما خلق في سبع سماواتك وصل على سيدنا محمد عندما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عند كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عند من يسبحك يهللك يكبرك يعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عند أنفاسهم وألفاظهم وصل على سيدنا محمد عند كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
اللهم صل على سيدنا محمد ذا السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد ذا الرياح الدارية، من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ذا ما حبس عليه الرياح وأرقت من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد من أرضك مما حملت وقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد هذا ما خلقت في سميع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالق فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد الأدم السبي بحارك، وصل على سيدنا محمد زينة السبي بحارك مما حملت وقلت منه قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد الأدم واجب حارك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد الأدم الرمل والحصى في مستقر الأراضين وسانيا وجبالها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ذا الترام المياه العذبة والملحة من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وصل على سيدنا محمد ذا ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد أدم بذ الأرض من كبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها بركاتها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد هذا ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد هذا كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد هذا خفقان الطير وتران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ذا كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ذا خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ذا من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد ذا من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد عند كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كان المرضية، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهدي صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم أنت سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم أعد برهانه وشر بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم تقبل شفاعته في أمتي واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وانشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسكنا بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك الذي دعوتك بها أن نصلي على سيدنا محمد عندما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك
المد بالخاتع الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة، وثواب من اعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. ويقول الله تعالى: يا ملائكتي، هذا عبد من عبادي، أكثر الصلاة على حبيبي محمد، وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وارتفاعي، لأعطينه بكل حرف صلى بها قصرا في الجنة تحت لواء الحمد، نور وجهك القمر ليلة البدر، وكفوا فيك في حبيبي محمد. هذا لمن قال كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. وفي رواية: اللهم أسألك بحق ما حملك ننسيك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المقنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وأسألك باسم الذي إذا دعيت به أجب، وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك باسمك الذي وضعت على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فدلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى السحاب فأمطرت، وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك ما سألك به أنبياءك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين، وأسألك ما سألك به أهل طاعتك أجمعين من أن وعلى آل سيدنا محمد، عد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية، والأرض مطحية، والجبال مرسية، والعيون منفجرة، والأنهار منهمرة، والشمس مضحية، والقمر مضيئة، والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من السماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رد السحاب الجارية والدرياء الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدم حبة الرياح وعدم تحرقت الأشجار والأمراض والزروع وجميع ما خلقت من قرار الحمد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالق فيها إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالق إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عد أنفاسهم والفاضهم والحاضهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكاب في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على
عن سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا ما أظلم عليه الليل وما أشرف عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا من يمشي على الرجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عاد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبسم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عظم شأنه وبين برهانه وأبلغ حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته استعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب شنا في زمرته وتحت نوائه واسكنا بكأسه وفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغ أن أفضل السلام وجزئ أن أفضل ما جزيت من نبي أمتي يا رب العالمين. اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض والناس من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والأموات. ورضي الله عن أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب الأعلام أئمة الهدى مصابيح الدنيا وعن التابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أن ينصر الله الإسلام والمسلمين ويكون بدواية أهل غزة وكل مستضعف في الأرض اللهم سيدنا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 17 في قراءة كتاب فتح الرحمن في شرح متون أهل الفقه والعرفان الفقير إلى الله، والمجلس السابق بدأنا في شرح مناجاة سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري التي ختم بها كتابه الحكم العطائية، وشرحنا عشر جمل الأولى في المناجاة، وانتهينا من قوله إلهي ما أرحفك بي فما الذي يحجبني عنك، صفحة 209 للي بيتابع في الكتاب. نبدأ المناجاة 11. يقول إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. يقول الشارح فالله سبحانه خلق الأكوان على صور متعددة أفعال وأجسام وحركات وألوان ومواقف وغير ذلك حتى يتعرف عليك في كل شيء
وحتى لا تجلو في شيء، فيتعرف عليك بالجلال والجمال فتعرفه في كل شيء. فإذا رزقك علمت فضله، وإذا حرمك علمت حكمته، فتلجأ إليه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم جمال، وأن عذابي هو العذاب الأليم جلال. لأن العقيدة اليونانية القديمة كانت تعتقد أن إله الخير غير إله الشر، إله الجمال غير إله الجلال، كانوا يجعلوها إثنينية، فيجعلوا إله للخير اللي هو الجمال يعني، وإله للشر في اعتقادهم اللي هو الجلال. كل ما يخاف منه الإنسان يسموه إيه؟ شر. فجعلوا هناك إثنينية، وعند المسلمين وحدوا الأمر، لأن الله خالق كل شيء، هو خالق الجلال وخالق الجمال، وهو المتجلي بالجلال وبالجمال، كل من عند الله، الأمر كله بيد الله، خلق الموت والحياة والكفر والإيمان والمعصية والطاعة والمعرفة والجهل والذكر والغفلة، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي يتجلى عليك بما تحب ليعرفك أنه جميل وأنه رب رحيم، ويتجلى عليك بما تكره حتى يتعبدك بالصبر والرضا، وتعلم أنه جليل وأن من وراء حرمانك حكمة كبيرة، وقد يعطيك ما يضرك. وبالتالي يقول: قد علمت باختلاف الأثار وتنقلات الأطوار أنك أنت باستمرار تنظر حولك في تدبير الله في كونه، تجد أشياء مفزعة وأشياء جميلة، أشياء توافق طبعك وأشياء تخالف طبعك. أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء، يبقى كل ما هو من تجليات الله في الأكوان من تدبيره كلها تعرفات إلهية حتى تعرفه. فلا تجالوا، فإنما تولي فثم وجه الله، يعني وجه من وجوه التجلي. وقد يكون التجلي جلالي، وقد يكون التجلي جمالي. والعجيب أن التجلي الجلالي باطن فيه الجمال، والتجلي الجمالي باطن فيه الجلال، فلا الجمال يمنع الجلال ولا الجلال يمنع الجمال، لكن هو الفرق بس إن إذا أظهر الجمال بطن الجلال، فرأيت الجمال لأن أنت بتشوف الحاجة الظاهرة، وإذا أظهر الجلال بطن الجمال، وهكذا. لكن صفات الله عاملة كلها، ما فيش صفة بتعطل صفة، ما فيش صفة تعطل صفة، فهمت بقى؟ عشان كده هو بيلخص المعلومة دي بقوله في هذه المناجاة: إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إذا تعرف عليك بالجمال وجب الشكر، وإذا تعرف عليك بالجلال وجب الصبر والرضا والثقة في أن الله لا يريد أن يضرك بهذا الجلال، بل قد ينفعك، قد يكتب عليك المرض وهو يريد أن يغفر ذنوبك بآلامك في المرض، وأن يحاسبك ويعطيك بلا حساب، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلو وجدت ما بطن من جمال في جلال الأمراض لهان عليك المرض واستعذبته كويس. وأحيانا المرض نفسه يكسب الجسم مناعة فبيفيده فيما استقبل من عمره بعد ذلك. فالإنسان يتعرض للمرض جسمه بعد ما يبرأ من المرض بيكون إيه؟ أكثر مناعة، لأنه إيه؟ يتعرض للمرض مرة أخرى، يبقى هو يقويك من حيث يضعفك ويضعفك من حيث يقويك. فسبحانه يفعل ذلك كله، لأنك في دار ابتلاء واختبار ولست في دار استقرار ومتعة. الله لم يجعل الدنيا دار استقرار ولا دار تمتع، دار اختبار، وجعلها أقصر مدة عمرك، وده من رحمته بك. فمدة الدنيا قصيرة،
هي مده الدنيا بالنسبه لك، مش هي مده الدنيا كلها، هي عمرك اللي انت عشت فيه بس، هي دي بالنسبه لك مده الدنيا. قد تكون الدنيا مئات الالاف من السنين، لكن انت خدت من ال 100,000 سنه دي ولا ايه؟ ولا المليون سنه خدت منهم ايه؟ 60 سنه، 70 سنه، 80 سنه، اقل اكثر، كل واحد حسب عمره، وبالتالي المده قصيره، فمده الامتحان قصيره. ودي من رحمه ربنا بينا. فيبقى لما قصر مده الدنيا يبقى ابطن جماله في اختبارك في الدنيا. كويس؟ وما جعلش فيها كمان ايه؟ شيء دائم باستمرار متغير، الدنيا كلها على التغير. لان في ليل وفي نهار، ليل ونهار. فاذا كان في ليل المحنه فلا بد ان ياتي نهار المنحه. وبالتالي عندك امل. يقلب الليل والنهار، ليل القبض ونهار البسط، ليل المنع ونهار العطاء، فيقلب عليك كل شيء. فاذا جاء ليل القبض فعليك ان تصبر وتعلم ان لا بد ان ياتي نهار البسط، فتعيش في وسط القبض في الامل وفي الثقه في الله، فما فيش ياس. اللي يعرف ربنا ما ياس على اي حال، فهمت؟ وما يفرحش بالنعمه حتى لو جات له النعمه، يفرح بالمنعم. في فرق بين الفرح بالنعمه فتنسيك او الفرح بالمنعم فتشكره عليه. عشان كده ربنا يقول إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرحين اللي هم مين؟ فرحين بالنعمة وينسوا المنعم، وينسوا شكر المنعم بالنعمة. إن الله لا يحب الفرحين. لكن إيه؟ في آيات تانية يفرحون بما آتاهم، يبقى يفرحون بأن الله أعطاهم، لا يفرحون بالعطاء لكن يفرحون بعناية الله. فهمت؟ فدي فرق كبير بين فرح الكافر بإقبال الدنيا عليه وفرح المؤمن بإقبال الدنيا عليه. الكافر يفرح بإقبال الدنيا عليه لأن الدنيا أتت إليه فيستعملها لتحصيل لذته وشهوته ويعصى الله بها. أما المؤمن إذا أقبلت عليه الدنيا يفرح برعاية الله وبعطاء الله ثم يوظفها في طاعة الله شكرا لله. فهمت الفرق كبير؟ ولذلك يقول فهو الواحد الأحد المعطي المانع النافع الضار، فتتعرف إليه في كل شيء حتى لا تجهل في شيء. المناجاة الثانية عشر يقول إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما آيستني أوصافي أطمعتني منتك. الإنسان بطبيعته لئيم. لئيم يعني إيه؟ يعني يظهر حاجة ويبطن حاجة تانية، يظهر طاعته لمولاه ويبطن رغبته في الجنة. كويس؟ يظهر طاعته لمولاه ويبطن إرادته إن ربنا ينجحه وإن ربنا يعافي بدنه، إن ربنا يديله اللي هو عايزه، وإن ربنا يعني إيه يحقق مأمور. لكن ربنا يريدك إنك أنت لما تقبل عليه لا تريد إلا هو. لكن الإنسان بطبيعته لأنه فقير ومفتقر وربنا غرسه في هذه الطينة الغالية، صعب أنه يتخلص من إيه؟ من أماله ومن رغباته. حتى لو أقبل إلى الله يقول يا رب أنا جاي لك، وفي الحقيقة أنا جاي لجنتك، أنا جاي لتيسيرك. أدي اللؤم بقى، فهمت بقى؟ مني ما يليك بلؤمي ومنك ما يليك بكرمك. وبالرغم من كده ربنا بيعفو عن ايه اللؤم اللي فيك ويدي لك بقى، لانه عارف انك انت ايه مش هتعرف تتخلص من اللؤم تبعك. فهمت؟ صعب انك انت تكون خالص، صعب، الا اهل الاكتباء المخصوصين. ولكن الله سبحانه وتعالى ايه رخص لك ان يكون لك لؤم، وبالرغم لؤمك يقبلك برضه تبقى من عوام اهل اليمين. فهمت؟ لكن عشان تبقى من المقربين لازم تخلص من كل لؤم، وده كان حال الأنبياء وخلص الأولياء. ربنا وفقهم للتخلص من هذا اللؤم الدخيل فأصبحوا لله خالصين، يعني حتى لو لم يخلوا الجنة ولا نار يقبلوا عليه برضه. فهمت؟ فعشان كده بيقول كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك،
وكلما آيستني أوصافي أطمعتني منته. يعني أنت لو يئست يئس من نفسك، لكن اوعى تيأس من ربك. فاهم؟ يعني كل ما أشوف أوصافي إن أنا عاجز وإن أنا جاهل وإني متعجل وعجول وإني حريص على كل شيء أريده ومتعلق به بغض النظر عما يقول إلي منه من ضرر، فكل الحاجات دي كلها بتخليني لما أشوف نفسي بهذه الصورة أيأس من نفسي، فأقوم أخرج من يأسي من نفسي بأملي في الله وثقتي في الله. فكلما أيستني أوصافي اللي هي العجز والجهل والغفلة والعجلة والتسرع، فبيقول كلما آيستني أوصافي أطمعتني منتك، لأن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء ويعطيه لا لعلة بل فضل الله يؤتي من يشاء. فعطاء الله مش منتظر علة منك إنك أنت يعني تعمل عشان ربنا يديك، لا، ربنا مش بيعملك معاملة المقايضة، لا، ده ربنا بيعملك معاملة الفضل فيتفضل. يقول الشارح: الإنسان في طبيعته مقصر مع الله عز وجل، لأنه لا نسبة بين الله في كماله وبين المخلوق في نقصه وعجزه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك. فكلما نظر الإنسان إلى أحواله وعجزه وتقصيره وقارن ما قدمه من عبادة أو طاعة وينتظر منها الثواب، وجد أن هذه العبادة نزل قليل بالنسبة لعظمة قدر الله عز وجل، فيشعر أنه لا وجاه له في أن يطلب من الله الأجر على العمل، ولأنه سبحانه هو الذي خلقه وهداه وقواه وأجرى العبادة على جوارحه، فكيف يطلب مقابل لشيء لا يملكه ولم يقم به على الحقيقة؟ لكن الإنسان يطمع في كرم الله، وهو سبحانه يحب من يطمع في كرمه ويبغض من يطمع في غيره من خلقه. فبكرم الله سبحانه وتعالى يطلق لسانك عند الطلب مع شعورك بكمال النقص وكمال الافتقار. فكلما نظرت إلى أوصافي وجدتك، فكلما نظرت إلى أوصافي وجدتها عاجزة قاصرة جهولة، لكني أطمع بكرمك وفضلك ومنتك حتى تغطي وصفي بوصفك ونقصي بكمالك. وتملي لما تعترف بما فيك من نقص وتلجأ إلى الله، ربنا يغطيك بكماله وبعفو. إنما ما تعترفش وتبقى زي إبليس. إبليس لما عصى ربه ما سجدش لسيدنا آدم عليه السلام، ما قالش مثلا ظلمت نفسي اديني فرصة اسجد له أنا تسرعت، ما قالش زي أبونا آدم لما أكل من الشجر قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، يعني اعترف بأنه ظلم نفسه. فرق بين معصية أبينا آدم ومعصية إبليس. معصية أبينا آدم اعترف بها وأقر بها ولجأ إلى الله وطلب منه العفو والصفح، فكان من الله أن اجتباه وغفر ذنبه وأخرج من صلبه الكثير من الأنبياء والكثير من الأولياء والصالحين، بل خلق لهم الجنة. كويس؟ إبليس بقى مش كده. إبليس قال له إيه؟ فبما أغويتني، نسب الغواية إلى الله. شوف قلة الأدب، ما نسبش الغواية لنفسه، ما قالش أنا اللي ظلمت نفسي، أنا اللي غويت نفسي فاغفر لي. قال له لا، أنت اللي غويت. الله بيكلم ربنا كلام الند للند، قليل الأدب، كافر. يبقى سمات الكفر إيه؟ قلة الأدب مع الله ومع الخلق، قلة الأدب مع الخلق ومع الحق، ده سمات الكفار والعصاة. فما تلاقي واحد قليل الأدب حتى من المؤمنين يبقى عاصي، ولو كان كافر فسمات الكافر أصلا قلة الأدب. ليه؟ لأنه إبليسي، إبليس النزع. فاهم؟ وبعدين تحدى ربنا كمان بعد كده، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. حصدهم عن كل طاعة، عن كل حاجة أنت بتحبها منهم أنا حمنعهم يعملوه. الله، ده قليل الأدب جدا بقى، ده كان يعني ظلم نفسه ظلم كبير. فهمت بقى؟ وبالتالي علشان كده الإنسان المفروض أن هو يتحقق بوصفه ويعترف بنقصه،
يتحقق بوصفه ويعترف بنقصه وعجزه وجهله وتسرعه وعدم إدراكه لمآلات الأمور. قد يتعلق قلبك بشيء عاجل، لكن إذا أخذته في الآجل يكون ضرر. وبالتالي لما تعترف بهذا كله ربك يقبلك ويجبرك ويدي لك الحاجة اللي تنفعك في الدنيا والآخرة، ويمنع عنك الحاجة اللي تعلق بها قلبك وتضرك في الدنيا والآخرة. شفت دي يعني يرعاك بقى، يبقى تبقى أنت في إيه؟ بمجال الرعاية. ولذلك الاعتراف بالنقص قربة إلى الله، واخد بالك؟ لكن الإنسان لما ما يعترفش أنه غلطان، ولكن أنا مش غلطان، زي ما نربي عيالنا كده على عدم الاعتراف بالخطأ، وده خطأ، يبقى نربيهم على نزعة إبليسية. اعتذر يا ولد لإخواتك اللي أنت أسأت، لا أنا ما بغلطش يا بابا. أنت حبيبي فعلا ما بتاخده في حضنك، طب ما يطلع إبليس. فهمت؟ لازم الإنسان يتربى على الاعتذار، عندما يشعر أنه أخطأ يعتذر، ولا يستحي أن يعتذر. اللي يتعالى عن الاعتذار ويقاوح ويجادل، ده نزعته إبليسية، لابد أن يكسره منذ طفولته، يكسره عشان لما يكبر ويوصل لسنة التكليف يبقى عنده القدرة على أنه يواجه نفسه. أبونا آدم شوف نبي وربنا كلمه وعلمه، ولما كان من الشجرة قال ظلمنا أنفسنا، اعترف أنه ظلم نفسه بالرغم أنه كان ناسي، وعاش 1000 سنة ما عصرش معصية تانية بعدها. هي معصية واحدة عمل في 1000 سنة، شفت قد ايه، واعترف بيها ولجأ إلى الله، وما قالش يا رب دي معصية وأنا كنت ناسي وأنا عشت كتير وأنت جربتني ما لقيتنيش إن أنا عاصي ولا حاجة، يعني بيسوغ فعل المعصية. لا، ما عملش كده. في ناس كده يقول لك ايه، مرة واحدة وخلاص، مرتين يعني ربنا عفو غفير، يقوم يقبل على المعصية وهو ضميره مش مأنب. دي كل دي نزعات إبليسية بتدخل في قلب الإنسان، فعليه إن هو يكسرها منذ التربية الأولى وهو صغير لحد ما يموت ولو عنده 1000 سنة أو 100 سنة. أبونا آدم عاش لحد ما بقى عنده 1000 سنة وفضلت معصيته اللي هو عصاه وهو ناسي مش متعمد، لأن لو قد عدنا إلى آدم من قبل فنسيها ولم نجد له عزما على المعصية. شوف، والرغم من كده ما تحججش بالنسيان، ما أنا نسيت يا رب أعمل إيه، جل من لا يسأل عديها لي بقى. لا، ما قالش كده. شوف، خدت بالك؟ فلازم ايه، انك انت تعترف وتتعود انك انت تعترف بنقصك وبعيه، وتعترف بعجزك، وتعترف بخطأك، سواء كان الخطأ في حق الخلق او في حق الخالق. الاعتراف بداية العفو من القادر، لكن تقاوح وتجادل يبقى ده يؤدي الى الطرد من الرحمة، زي ما عمل ابليس كده، قاعد يجادل فكان نهايته ايه، الطرد من رحمة ربنا. لا، ما تجادلش. عشان كده نتعود على اننا نعتذر اذا اخطانا، سواء كان الاعتذار لله بالتوبه والندم، او للخلق بايه، بانك انت ترد لهم الحقوق وتستسمحهم في الدنيا. واللي ما يعملش كده يبقى ايه، يبقى نزعته ابليسيه، فيبقى لابد يعدي على النار، حتى لو مات على الايمان لابد يعدي على النار، لأنه عنده نزعة إبليسية لابد أن يستخلصها بربنا منه من النار، وبعد كده لما ينضف منها يدخله الجنة. ده لو مات على الإيمان وفي بعض النزعات الإبليسية. فهمت بقى؟ فحاول تنقي نفسك من كل نزعة إبليسية حتى إذا مت تكون جاهزا لدخول الجنة بلا سابقة الحساب ولا عذاب، دخول الفائزين. يقول في المناجاة 13: إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي. ممكن تقول دعاوي ودعاوى، تنفع الاثنين، كسر الواو في الحياة لغتان فصيحة. ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعويه دعاوى، تنفع تقراك. ممكن تقول ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعويه دعاوي، يعني إذا كان فيك من خصلة حسنة، إذا كنت صادق، إذا كان عندك حلم، إذا كان عندك أناة، عندك صفح، عندك رحمة في قلبك وعطف على الآخرين، كل الحاجات دي حلوة أوي، بس مين اللي بذرها في قلبك؟ ربك.
فانت ما تفتكرش ان هي دي محاسن منك، دي من الله اظهرها فيك. فانت لما تقول انا صفوح وانا حليم وانا انا، ده ادعاء، ده انت بتدعي حاجه هي ليست منك اصلا. فاذا كانت محاسنك دعاوى لانها ليست منك بتوفيق الله لك، فما بالك بقى بايه؟ بمساويك. فهمت؟ يعني حتى محاسنك ادعاء بلا بينه. وعشان كده الانسان كان ظلوما جهولا. ظلوم ليه؟ لانه نسب كل كمال لنفسه، يبقى ايه؟ وهو لا يملكه. وانك انت تنسب لنفسك ما لا تملك مما عند البشر تبقى ظالم. وجهول ليه؟ لانه لم يدرك عجز نفسه، فظن انه فيه كمالات من القدرة والإرادة والمشيئة والعلم والإبداع. إنما أتيت على علم عندي. ظلوما جهولا. لازم تخرج انت الظلوم الجهول ده، الإنسان الكافر. إنما التاني المؤمن خلاص بقى إنسان عارف قدر نفسه، وعارف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإيه؟ وعارفا بربه، فزال عنه كل جهل. من عرف الله زال عنه كل جهل. فبيقول إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. يبقى الأحسن تقول دعاوي عشان تبقى ماشي على وزن مساوي، لأن العرب يحبوا اللغة بتاعتهم تبقى ماشي على وزن واحد. وإن كان اللغة تسمح تقول دعاوى، يبقى أنت بتختار من اللهجات الفصيحة اللهجة اللي تكون نغمتها مطابقة للجملة السابقة. دي طريقة الإنسان الفصيح لقراءته اللغة العربية. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. والدعوة هو الادعاء، والادعاء إنك أنت تنسب لنفسك شيئا وليس عندك برهان انك تملكه. فهمت؟ دي اسمها الدعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ البينه على ايه؟ المدعي، واليمين على من انكر. البينه، وايه هي البينه؟ شهاده اثنين شهود، مش كده برضو؟ او اقرار، ولا تجد أمام إقرارك منازل. دي بينات، واضح؟ وعشان كده لما واحد يجي يقول لك إيه وانت قاعد في الشقة بتاعتك، يقول لك الشقة دي شقتي، فهمت؟ وانت قاعد في شقتك، يبقى واحد بيدعي عليك، هو تقول له إيه الدليل؟ يبقى البينة على المدعك. إيه الدليل؟ طيب أنا ما عندوش دليل، عنده شاهد واحد. لازم يبقى شاهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم تيسيرا لتحقيق الحقوق قال يبقى شاهد ويمين، يحلف ويشهد، واحد يشهد لو ما قدرش يحصل شاهدين. طب حصل شاهد وقلنا له احلف عشان تعوض غياب الشاهد الثاني، قال لك لا ما احلفش، خلاص لا تثبت لك دعواك. فهمت بقى؟ ويبقى في الاخر اللي هو المدعى عليه يعمل ايه؟ يقول والله العظيم ان هذا الرجل يدعي عليك، واليمين على من أنكر. فهمت بقى؟ يقول الشارح لهذه المناجاة: إذا كانت معرفتك بربك ليست منك، بل هو الذي عرفك بنفسه وهو الذي وفقك لذلك، فكل المحاسن التي ظهرت فيك ليست منك على الحقيقة، ولكنها نسبت إليك. وإذا ادعاها الإنسان فهي دعاوي وليست محاسن، فيخلق الطاعة وتنسب إليك، ويخلق العلم وينسب إليك. فإذا كانت هذه الأعمال الحسنة والمحاسن دعاوى، فكيف لا تكون دعاويك الأصلية محض كذب؟ فقول محاسنه مساوي أي أن الله سبحانه وتعالى غطى مساويك بالمحاسن. ثم قال: ومن كانت حقائقه دعاوي، أي إذا نسب شيء إليك فهو في الحقيقة من الله. وهنا يتبرأ العابد من كل حوله وعلمه وقوته إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في كمال الافتقار. المناجاة 14: إلهي حكمك النافذ
ومشيئتك القاهرة. لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. يقول الشارح وكأنه استشعر أن الله أجابه لما افتقر إليه، وأجابه لما كان صريحا معه، فنسب كل المحاسن إلى الله والنقص إلى نفسه. لكن لما علم أن الله عز وجل في كل لحظة هو في شأن، فيرفع ويخفض ويعز ويذل، لم يطمئن لعطواء ولكن يطمئن لله، فلا يركن للنعمة بل للمنعم، ولا يطمئن للمنة ولكن للممتن، فهو لا يستغني بالإجابة والمنة عن ربه، وحتى لو أعطاه فحكمه نافذ ويتغير من حال إلى حال، فالأحوال تتغير فلا يركن إليه، لأنه لا يأمن مكر الله حتى وإن صار في مصاف الأولياء. هنكتب كده في مصاف، بلاش الياء الزيادة دي مكتوبة في الطبع، مصافي مصاف حط فاء بس، واشتغل ليها. وإن صار في مصاف الأولياء، ولا يأمن مكر الله عز وجل حتى وإن كانت قدمه في الجنة وأخرى خارجها. وده مشهور عن سيدنا أبي بكر والكبير، لو كانت إحدى قدمية في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، لأن الله حكمه نافذ قاهر فوق عباده، فلم يترك لذي حال حالة ولا لذي مقال مقالة. لأن لو حالك الآن شريف فدوام الحال من المحال، فإياك أن تركن للحال لأن الحال لا يدوم، اركن إلى الذي أحالك في هذا الحال والذي أعطاك هذا الحال. فهمت بقى؟ فلم يترك لذي حال حالة ولا لذي مقال مقالة، حتى لا يعتمد على حاله ولا على مقاله ودعائه، فكأنه يقول أنا أدعوك ولا أعتمد على الدعاء الذي هو منك برز إليك، بل أعتمد على محض فضلك وكرمك، وهذا من كمال الافتقار أيضا. هو كل المناجاة كلها بتدور حول لا حول ولا قوة إلا بالله، علشان تتحقق بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله. المناجاة 15: إلهي، كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك. لو اعتمدت على عبادتك، عبادتك مش هتنفعك لأنك اعتمدت على غير الله. فهمت بقى؟ ولو اعتمدت على حالة من الأحوال الشريفة التي وصلك الله إليك، يبقى إيه؟ يبقى اعتمدت على غير مولاك، وبالتالي لابد يكون اعتمادك في كل حالة وفي كل طاعة على مولاك، فإياك أن تنظر لعملك فتركن له وتثق فيه، وإياك أيضا أن تعتمد على حالة أعطاك إياه، يعني أعطاك في لحظة من اللحظات بعض الأدعية التي دعوته فيها فاستجيب لك، فلا تظن أنك مجاب الدعوة بقى في كل حال، لا، ممكن في أي لحظة تدعوه ولا يستجيب لك، بعد ما كانت تدعوه يستجيب لك يدعوه، تدعوه فلا يستجيب لك، لأنك أنت ظننت أن حالك معه في كمال الإجابة يستمر على طول، لا، ما يستمر على طول. هو لا يريدك أن تركن لغيره سبحانه وتعالى، فلا يعودك على شيء، بل يغير عليك العادات حتى لا تكون عبد العادة بل تكون عبد الله عز وجل. فهمت بقى؟ فيقول إلهي، كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها، هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك. يقول الشارح، لا تعتمد إلا على الله عز وجل، ولا تعتمد على طاعتك وعملك، لأنك إذا نظرت إلى عملك وعجبت به حجبت عنه سبحانه، لأنك اعتمدت على غير الله عز وجل. والعدل يقتضي أن يأخذ كل واحد ما يملكه، فالطاعة التي أنت معتمد عليها هي في الحقيقة ملك الله عز وجل، فهو الذي خلقها فيه، فلا تعتمد على ما لا تملك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأظهر الافتقار إلى الله عز وجل ولا تغتر بنفسك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟
وكأن الله يلقنك الإجابة من هذا السؤال، فتقول: يا رب الذي غرني وجعلني أعرض عنك كثيرا معرفتي بكرمك ورحمتك. وعند العارفين الرجاء في حال المعصية أشد من حال الطاعة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فغلب الرجاء وقت المعصية، وغلب الخوف عند الطاعة، خشية ألا تقبل، وخشية أن تعجب بها وتعتمد عليها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي الذين يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة من عدم القبول والإعجاب بها والاعتماد عليها. فالعارفون حالهم الرجاء عند المعصية والخوف عند الطاعة، بخلاف عوام الناس. عوام الناس أما إيه يواظب على الطاعة فترة ويجي يدعي ربنا يبقى حاسس إن عنده وجاهة عند الله، ربنا هيقبله بقى. ده أنا صليت الفجر جماعة والظهر جماعة، وصليت السنن، وقعدت ذكرت ربنا، وصليت الضحى، وقابلت مسكين وتصدقت عليه، وصمت النهاردة. تيجي بقى تدعي بعد العشاء، يعني جاي لك أنا بقى أهو، يعني حاجة كبيرة أهو بقى، أوعى تردني يا رب. ده أنت دي الغباوة، غباوة العوام. فهمت بقى؟ لأنه إيه؟ يزيد اعتماد، يزيد رجاؤه في الله لما تزيد طاعته، يبقى هو بيعتمد على طاعته. واخد بقى؟ في حين إن الإنسان الوالي اللي يعرف ربنا كلما زادت الطاعة زاد خوفه. ليه خوفه؟ لأن الطاعة فيها سم. سم الطاعة إيه؟ إنك تعتمد عليه، وإنك أنت تتكبر على الخلق والعصاة لأنك أنت أطوع منه، فتظن إنك أنت خير من الناس، فتتكبر. وسمها الثاني انك انت تشعر ان لك حق على الله. شفت كم سم في الطاعة؟ عشان كده العلماء والاولياء والعارفين لما يكسر طاعته يزداد خوفه ووجله من الله، لانه شايف السموم دي كلها، خايف تخش في قلبه. يقول: يا ارض تهدي ما عليك ادي، انا الموحد وغيري مشرك، وانا السني وغيري مبتدع، وانا انا انا، واللي يقول انا مع الله ابليس، أنا خير منه. يبقى شفت الطاعة قد تولد الأبلس، زي ما إبليس كده أبلس وكان من أطوع الخلق قبل اختباره بالأمر بالسنة، بس طاعته دي خلته حاسس أنه أفضل من كل الخلق. إزاي يسجد بقى لآدم؟ ده أنا شايف نفسي أحسن كل الناس، إزاي يسجد له؟ شفت بقى؟ فربنا كشف. عشان كده العلماء والأولياء والعارفين يخافوا وقت طاعتهم أكثر من خوفهم وقت معصيته، بل وقت المعصية يزداد رجاؤه في الله. عشان كده بقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني إيه؟ ارجوني وتعالوا لي وإياك تيأسوا مني. يبقى فتح باب الرجاء لأهل المعاصي. طب وأهل الطاعات؟ فتح لهم باب الخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيغلب على أهل الطاعة الخوف فيتواضع، ويغلب على أهل المعصية الرجاء فيتوب. فهمت؟ ويقول: بل أقالني منها فضلك، أي الذي ينبهني إلى عدم الاعتماد عليها محض فضلك، فأنت الذي وفقتني للعبادة وتفضلت علي أن منعتني من النظر إليها، وهذا فضل ثان فوق فضل توفيق العبادة. المنجاة السادسة عشر. يقول: إلهي أنت تعلم، وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. مش النبي صلى الله عليه وسلم نية المرء خير من عمله؟ أنت تحب باستمرار أنك أنت تطيع ربك باستمرار، تحب كده وبتعزم كده، لكن ساعات ضعفك البشري يخليك لا عارف تداوم ولا عارف تعمل اللي أنت عزمته عليه، فبيعتذر لربه، بيقول له: يا رب حتى لو كنت متقطع في طاعتك فاجبر تقطعي لطاعتك أنني عزمت على الطاعة، وأنني كذلك نويتها وأحب أن أكون طائع. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده بيعتذر لمولاه، بيقول: إلهي أنت تعلم، وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. أي أنا ضعيف يا ربي، ولا أستطيع المداومة على النوافل والسنن من قيام الليل وغيره كل يوم، وذلك لضعفي، لكني أحب أن أفعل هذا الأمر وأستمر عليه حبا فيك
لكن يمنعني ضعفي، فلا تؤاخذني بذلك، فاقبل يا ربي ما أنويه وأريد فعله واكتبه عندك من الأعمال وإن لم أفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نية المؤمن خير من عمله. والله تعالى قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالعبرة أن يسكن الخير والحب في قلبك، وهذا أيضا من محض فضل الله عز وجل. وإذا حال الله في بعض الأحيان بينك وبين الاستمرار على الطاعة، فاعلم أنها لحكمة عظيمة وفائدة كبيرة لك، ففيها وجهان: جلالي وجمالي. الجلالي فلكي تعلم أنه سبحانه وتعالى القاهر، وبالرغم من نيتك وعزمك على هذا العمل إلا أنه يقهرك فلا تفعله، وهو القاهر فوق عباده. وأما الجمالي فليجعلك منكسرا مفتقرا، فعلم أنه لو دمت على هذه الطاعة لأصابك الكبر والغرور، فتعجب بعملك فتحبه، فكسر حدة الكبر عندك. وهذا هو المعنى الجمالي في انقطاعك عن الاستمرار في الطاعة، إنه يكسر فيك حدة الغرور. أنا ما عصيتكش بقال 40 سنة، يقول كده في قلبه. لا، اتلهي بقى، كل شوية هتقع في معصية وتتوب إلى الله. عشان إيه؟ ما تقولش الكلمة تقوم تشعر إنك أنت يعني لك وجهة عند الله، فيكسر غرورك وإعجابك بنفسك، لأنك أنت يقهرك فلا تداوم على الاجتهاد في الطاعات، فيكسر هذا فيك، يوم يدي لك عوارض تمنعك، عوارض تمنعك. فالعوارض اللي بتمنعك دي هو بيربيك فيها، بيربيك فيها، لأنه عارف إن لو فتح لك باب الطاعة بلا عارض يمنعك من المداومة لتكبرت وظننت أنك وجه عند الله، وهو لا يريدك هكذا، يريدك منكسرا له. فهمت؟ المناجاة 17 والأخيرة اليوم، يقول: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ مش هو في الأول قال إيه؟ فقدمت مني محبة وعزما، فنسب العزم لنفسه، ثم بعد ذلك استحى من رب. إزاي أعزم لنفسي شيء أنا لا أملكه؟ فقال: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ أنت أمرتني إن أنا أعزم على الطاعة، أمرتني، وفي نفس الوقت إزاي أعزم وأنت القاهر وتحول بيني وبين قلبي؟ فهمت؟ يعني بيبين إيه تحيره بين عجزه وأمله في قدرة مولاه. فهمت بقى؟ فالإنسان بين النظر لنفسه عاجزا والنظر لمولاه فيصير قادرا بمولاه وليس بنفسه. يبقى: إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، دي حقيقة، وكيف لا أعزم وأنت الآمر، دي شريعة. فهمت بقى إزاي؟ فهو يتوجه إلى الله بالحقيقة والشريعة. فهمت؟ هنا أقصد الحقيقة والشريعة، فالحقيقة تقول إن الله عز وجل قاهر فوق عباده، وإذا كان قاهرا فوق عباده فلماذا يكلفهم بالأمر والنهي؟ لأنه سر القدر. فالله عز وجل خلق خلقا للجنة وخلق خلقا للنار قبل أن يخلقهم ويأمرهم وينهاهم. والبعض يقول: إذا كان هكذا فلماذا خلقنا وأمرنا ونهانا؟ والجواب: يجب أن تحمد ربك على أنه خلقك وجعل لك وجودا بعدما كنت عدما، وجعلك محلا لظهور تجلياته من جلال وجمال. فالله تعالى قاهر فوق عباده، وبالرغم من ذلك لا يفعلون إلا ما أذن لهم أن يفعلوه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي نفس الوقت أمرهم ونهاهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالتناقض لا يوجد إلا في ذهن الزنديق، أما في ذهن المؤمن الولي القلب منعقد بالحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قدر على كل العباد كل شيء حتى ما ارتكبوه من معاصي بقدر الله، وانعقد على لسانه الشرع الشريف عليه أن يلتزم بأمر الله عز وجل ويقول بلسانه سمعا وطاعة، وهو يعتقد في قلبي أنه لا يستطيع أن يقول بما أمر إلا بإذن من الله وتوفيق. أي كأنك مجبور مقهور في الحقيقة، مختار في الصورة، فلا يسأل المؤمن ربه عن سبب الإجبار في الحقيقة والأمر في الظاهرة. لذلك نجد الأولياء يتعاملون في الظاهر بالانقياد لأمر الله تعالى مع التسليم والرضا، فإذا نظر إلى العاصي وهو في معصيته أشفق عليه بقلبه.
لأن الله سبحانه قدرها عليه وينكر عليه بلسانه وينصحه، لأن الشرع أمره أن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، فنجده إذا أمر ونهى ونصح فبكمال الشفقة والرحمة، فهو يقوم بحق الشريعة على اللسان وبحق الحقيقة في القلب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للكفار ولا يحقد عليه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشريعة قاتلهم وحاربهم، أما في الباطن يعتصر قلب حزنا عليهم ويدعو لهم. فنحن نكره الكفر ولا نكره الكافر، ونكره المعصية ولا نكره العاصي. سيدنا لوط يقول إيه؟ إني لعملكم لمن القالين، ما قالش إني لكم، لعملكم. يبقى تكره المعصية لكن ما تكرهش العاصي، لو كرهت العاصي هيتوقف النصح، لكن طول ما انت بتحب العاصي وتكره معصيته هيفضل في قلبك طاقة تنصحه بيها وتدعو الله له ان ربنا يهديه. فهمت بقى؟ وقوله: كيف لا اعزم وانت الامر، اي الذي امرتني باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه اوامر ويجب ان اعزم على ادائها، وفي نفس الامر كيف أعزم وأنت القاهر فوق عبادك، فعلي أن ألتزم عبودية وأستسلم ربوبية على ما قدرته لي وألتزم به. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الخلق، كان لا يعامل العاصي بالغل والقسوة. ولما فتح مكة قال لقريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يقتلهم أو يؤذيهم وهم كفار، لأنه يكره كفرهم، يكره كفرهم ولا يكره ذواتهم، ولأنه يعلم معنى قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالأمر لله عز وجل، يفعل في خلقه ما يشاء. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فكيف سيعلم الخلق أنه غفور رحيم من غير وجود من يعصيه ومن يعصيه من قلبه؟ خليها من يعصاه، خليه من يعصاه من قلبه، أحلى وإن كان الاثنين ينفوا. فيتوب إلى ربه فيغفر الله له ويرحمه. يعني إحنا ما كناش هنعرف إن ربنا غفور رحيم إلا إذا عصيناه وتوبنا فغفر له، فلابد من وجود العاصي التائب حتى تظهر صفة الله العفو والمغفرة. فوجود العاصي ده كمال تجليات اسم الصبور والحليم والغفور والرحيم. فهمت بقى؟ وكذلك قول: وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو شديد العقاب، وما كنا لنعرفها إلا وجود من مات على الكفر فيدخله النار. فالكافر سبب لظهور الجلال والقهر، والمؤمن سببا لظهور الجمال والفضل. فكل ما في الأكوان من تدبيره سبحانه كي نتعرف عليه بالجلال في حال أهل النار، والجمال في حال أهل الجنة، ونعبد إلها كاملا مقدسا عن كل نقص. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم الخميس بعد القادم. الخميس القادم هكون مسافر في صعيد مصر، وسافر الخميس وجع الجمعة بالليل، الكلام للخميس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.